السلام عليكم. الزف لون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخ حسن عدلي يتكلم من غرفة سيتي ليدين حي الكلبان، الغرفة العائلية المحترمة. كما قلنا إن شاء الله تكونوا فرحانين، الجزائر تكون فرحانة بيان سور بولادها. عيد مبارك لكاع المسلمين في العالم. الحمد لله الذي أعزنا الله بالإسلام بيان سور. إن شاء الله تكونوا عيدتوا بخير وعسلامة، وإن شاء الله فرح مور فرح إن شاء الله، مش غير رمضان ولا العيد، إن شاء الله توجو فرحانين. هذه الجزائر ماذا بينا، إحنا كاع الجزائر تفرح، ما نحبوش الجزائر تحزن ولا بلادنا تحس بأي مشكل، وخاصة إحنا اللي ساكنين في المهجر في الغربة. ماذا بينا نسمعوا بزاف بزاف إيجابيات على بلادنا، كيف نسقمو بلادنا، كيف نوعيو الجيل الصاعد لا نوفل جينيراسيون هذه، كيف تسقم بلادنا بيان سور الى اخره. وان شاء الله نطلبوا من ربي نحي هذا الوباء تاع الكورونا، هذا الكوفيد، ان شاء الله ربي يستركم بيان سور. لازم قادروا كما يقول لك النصائح الطبيه، لي بافيت لا ديستانس الى اخره. انتم راكم تعرفوا ما كنا دوك نعاودوا. ان شاء الله احنا ماذا بينا يديروا في التلفازه وفي الراديو وفي الجريدات الى اخره، يمدوا النصائح للناس ويعلموهم باللي لازم يديروا الفاكسين باش يتخلصوا على هذا ان شاء الله المرض. العالم كاع راهو يدير الفاكسين بيان سور. ان شاء الله انتم تانك على بالي الاشاعات هذه توجور تمد بزاف بزاف كما يقولوا احنا السلبيات. ان شاء الله واش قلنا ونعاودوا، ماذا بينا احنا الناس كاع دير الفاكسان وتوكل على ربي ان شاء الله. كما يقول لك فرح مرخوه ان شاء الله، الفاكسان العيد رمضان الى اخره. رانا مسلمين، كما يقول المسلم كيس فاطن، لازم تجور يقرا حدرو وياخذ حدرو الى اخره. ها واش نقولوا، عيد ان شاء الله كاع الامه الجزائريه وكاع العالم، نقول لهم عيدكم عيد فرح، عيد مبارك. ان شاء الله تنزل كما يقول لك السكينه مع ربي سبحانه، اللي يسقمنا بلادنا ويسقم كاع العالم، وخاصه بلادنا الجزائر اللي هي اهم شيء عندنا بيان سور. يعني قلت لكم وخاصه الناس اللي راهي في الغربه في المهجر كما يقولوا حنايا ولا في طرونجي بيان سور. ماذا بينا احنا نسمعوا بزاف بزاف ايجابيات على بلادنا، ما نسمعوش المر، ما نسمعوش مشاكل، نسمعوا الناس هي تدرس الدراسة والتطور والزراعة والفلاحة والسياحة إلى آخره. ماذا بينا احنا تسقم بلادنا، هذيك القيل والقال ونعرف وخر منك إلى آخره، هذيك إن شاء الله تنح، هذيك العقلية كما يقولوا احنا الفاسدة اللي نعرف ندير وعندي إلى آخره، هذيك ما تمشيش، هذيك لازم بالعمل والجهد. وبنادم يسهر الليالي باش يسكن بلاده وعائلته جيرانه وحبابه البلديه تاعو الولايه تاعو والجزائر بياسل بلاده. كما قلت حنا ماذا بينا، وخاصه حنا الناس اللي رانا في المهجر، ماذا بينا نمدوا نصائح، ماذا بينا نكونوا بيان مع الناس. بيان سور رانا كما قلت عباد، كما قلت نخطئوا، كان كاع الناس تغلط، خير الخطائين توابين. كما يقولك بنادم اللي غلط توجور يتعلم، ها واش نقولوا حنا. وان شاء الله تكون كما يقولك المحبه بين الجيران في الجزائر والاحياء، ومحبه بين الناس اللي راهم في المهجر، خاصه الناس اللي في المهجر ولات بزاف بزاف فوضى. تسمع بزاف ولات حمات، ماشي متفاهمين، يغيروا بيناتهم، يتحاسدوا بيناتهم، يتعاينوا بيناتهم، وهذه الصفة كما أقول لك ماشي منيحة، خصلة سيئة ماشي منيحة، باسكو الناس راهي تفرج فيهم وراهم يسمعوا فيهم. الله غالب ربي يهديهم هذو الناس، باش نقولوا حنا اللي كما أقول لك يديروا مشاكل في الغربة كما نقولوا حنايا، ما يمدوش نظرة على الجزائر وعلى الجزائريين. الجزائر والجزائريين ما مش كيما هذو الناس ابدا ابدا، راهم خارجين عن نطاق الجزائر. واحد اللي يكون في طرونجي راح يقرا على روحه، راح يخدم، يروح يدير المستقبل تاعو بيان سور، يعاون عائلته في الجزائر، الام الاب الاخت الاخوات يعاونوا، هذا هو الجزائري في حل كيما يقولون بكري معروف الجزائري.
ماشي كيما هذا القوم، هذا البلوط اللي رانا نسمعوا به، ما يخدموش ما يقراوش، تشومير، فوضى فوضى فوضى. ان شاء الله احنا واش نقولوا اللي يحب يطلع للغربه ولا ليترونجي، ان شاء الله كما قلت فين من اليوم فصاعدا، لازم يكون عنده هدف، يكون عنده ان اوبجيكتيف كما يقول لك من الالف الى الباء. علاه راح يديماري من الجزائر وعلاه راه خارج من الجزائر؟ اسكو الغربه خير من الجزائر؟ اسكو يروح يقرا؟ اسكو يروح يخدم؟ اسكو يروح يدير المستقبل؟ اسكو عنده ضروريات تحتمت له اللي يطلع للغربه كما طلعنا حنا؟ بيان سور. اسمحوا لي باك سمي شارع يضرب في الكروم، مانيش نشوف، اسمحوا لي. اسكو عنده مهمه يديرها؟ عنده كما يقولوا حنا وقت محدد يطلع ليترونجي، نقولوا زعما لمده عامين، 5 سنين، 10 سنين، الى اخره، ولا طالع برك ما على بالوش كاع كما يقولوا حنا همجيه. انا واش نقول له كما يقولوا ماشي غير الخبره، باسكو الخبره راهي فيها توعيه، نوعي الناس كما نقول لك. حنا ما طلعناش ليترونجي باش نطلعوا، نو، حنا تقصنا بكري، تقصنا بزاف بزاف باش طلعنا للمهجر. الضربه تاع الديبي تاع التسعينات بيان سير، تاع وقت الاوقات السوداء كما نقولوا حنايا، تحتمت. ولكن هذا الوقت ما فيهاش كما كانت افون، بيان سور راهي ناقصه في الجزائر ماشي كما كنا، ولكن ان شاء الله نطربوا من ربي سبحانه. الناس اللي حبوا يطلعوا للمهجر، نهضروا اللي حبوا يطلعوا للمهجر، لازم يخطوا كما قلت، يخمم دو فوا ما قبل ما يطلع، يخمم مرتين ما قبل ما يطلع. اسكو راهو حايب يقرا؟ اسكو راهو حايب يكمل قرايته؟ اسكو راهو حايب يطلع يخدم؟ اسكو عنده صنعه هي اللي تعاونه باش يطلع للمهجر يخدم؟ اسكو راح يعاون عائلته، الام مخصوصه والاب مخصوص وخواته مخصوصين الى اخره؟ اسكو راح يخرج عائلته من الضيق؟ اسكو راح يمد شان وكما يقول لك النيف للجزائر الى اخره؟ هذه كيفاش نحبوا حنايا، واللي يحب نصائح وارشادات ومعاونه ان شاء الله نعاونوا الناس، وكما يقول لك ولو بكلمه صادقه، وان شاء الله ندعو لهم. احنا واش نقولوا؟ المهجر حاجه وبنادم يهضر الحق، ما نبقاوش بك نحكوا غير على طونجي. الغربه صعيبه بزاف بزاف بزاف، الجميع اللي راهو في الغربه يقول لك، ماناش نقولوا الجميع اللي طلع عند خاوته كما نقولوا احنا، ما باش انا لقى عائلته عندها، فاميلته عندها في لترونجي يخدم معهم كما رانا نشوفوا احنا في فرنسا الى اخره. ولكن واحد هذا الحق، الغربه هي صعيبه بزاف بزاف بزاف. دوكا واش نقول لك انايا، مانيش نهضر هكذا، مش حكاوها لي، نو. 28 في بريطانيا، 28 سنه في بريطانيا، راني نهضر الخبره تاعي، كيف الامور، كيف الايام، كيف الدقائق، كيف الثانيات جازوا في هذا البلد. انا نهضر في بريطانيا، ماشي في بلدان واحد اخرين، باسكو ما عنديش كما يقول لك، نقدر ندير تشابهات، نقدر نكومباري شويه، ولكن نهضر لك على بريطانيا باسكو عشت فيها. واش فيها؟ التعب، فيها مشاكل، فيها طيحات ونوضات، فيها كما يقول لك النور والظلامات، فيها كل امور لازم تجوزها. هذا كما يقول لك، هذا هو لو شارم باش تجوز على هذه الامور. هذا مكان اللي يحب يطلع للغربه ان شاء الله يطلع، ليكون عنده سبب، يكون عنده ان اوبجيكتيف علاه راهو طالع. باسكو ماشي يقول لك حبيت نهرب، يكون في الجزائر يقول لك والله راني هارب، والله راني طالع، ولا نو. لازم تكون عندك ان اوبجيكتيف، لازم تقرا وتطلع حسابات وتشوف الناس وتميز. دوكا راه كاين انترنت، كاين كلش، تعلم كاع هذه الامور باش كيف تطلع. اسكو عندك اوبجيكتيف؟ اسكو عندك علاقات؟ اسكو عندك، واش نقصد علاقات؟ كي تطلع لازم تشوفك الجامعه، تشوفك الكوليج، تعلم تقرا باش تجيب صنعه، باش تقرا باش تطلع شان تاعك. ومن بعد الكوارط، هذوك ما نهضروش الكوارط، شوف كيف تزوج ولا شوف كيف دير كوارط، هذيك بالوقت تعلم هذه الامور كاع، ما كانش اللي ما جاس عليها. ولكن عندك حاجه كما يقول لك، الحاجه الاولى وما ننساوهاش، وجميع اللي يطلع لازم تكون عندك الشحنه، الدم تاعك ما تفشلش، ما تعياش، ما تديكوراجيش، ما تقولش ما نلحقش لهذاك الشيء، ما تقولش ما نقدرش نقرا، ما نقدرش ندير، ما نقدرش، ما تفشلش نفسك. هذه حاجه
اللي كما يقولك اللي تشجعك باش تنجح في الاترونجي في الغربه. ها واش نقولوا؟ لازم تصبر، وخاصه الصبر. ربي قال لك في القران، شوف جميع اللي كاينه في القران راهي تما. قال لك اقرا، لازم كي تطلع ليترونجي دير ستاج ولا تقرا باش تحصل على حاجه منيحه. ما منيف تاعك طالع في السماء، كي تجوز على قاوري ولا ما تحشمش، ما تحشمش ابدا ابدا ابدا. سوتو سوتو واحد اللي قرا وراح للجامعه ولا راح الكوليج ولا تعلم على القول، الشأن تاعك توجو طالع، والله تطلع السماء وتهبط. ماشي الاموال، الدراسه، العلم، ليدوكاسيون، التربيه، هاي واش نقصدو. هذه لازم، وتاني الصبر كما قالك ربي، اصبروا فصابروا ان الله مع الصابرين. لازم تصبر، لازم البرد والشتاء والظلمه والجوع والحفاء هذيك لازم تجوز عليك لازم. ومن بعد بالوقت مراحل، كان اللي سلك لها في 3 سنين، كان اللي سلك لها في 5 سنين، كان اللي سلك لها في عام، الى اخره. كل واحد والنشاط والقفازه ديالو. هذيك بيان سور لازم تتعلمها، الخبره هذه تجي كما يقولك يوميا، كل يوم تعمل البواطه تاعك تتعلم، وان شاء الله توكل على ربي سبحانه. واش نقول احنا نورمالمون هذه. وما تنساش بلادك وحبابك ودينك، كيما رمضان، كيما العيد، كيما اليوم عيدكم مبارك. ما تنساوش تليفوني والعائله، تليفوني ولحبابكم. كاين ناس محتاجه، كاين ناس اللي تسحق، سواء علم، سواء كيما يقولك مال، كاين بزاف امور. الجزائر راهي مقصوصه بزاف، وراهي مقيوسه، مخصوصه ومقيوسه كذلك. قوى الفقر، وخاصه الفقر تاع ماشي غير الاموال، تاع الناس ولات منهمكه، ولات ما تقدرش تقرا، ما تقدرش تخدم، ديكوراجا. وان شاء الله احنا رانا لهذا الشيء باش نشجعوا ناس، باش نعطوا لهم نصائح. ما تفشلش، اصبر وصبر وعاون قد ما تقدر. هذيك القيل والقال والدرت والدارو والكذب وش ما يهضروا كاع في الانترنت، ما تسمعوش للناس، ما تسمعوش. انا نعطيكم نصيحه كاخوكم، هذيك القيل والقال تضيع عادي تاع الفيسبوك والميسنجر، والناس قاع ضايعه، ورف التليفون وحكي وخرط، ما تسمعوش لهذو الناس. هادو فارغين شغل كما نقولوا حنايا. ان شاء الله توكلوا على ربي. جميع اللي يسحق معاونه، رانا كاع في الغرفات، كل واحد عنده غرفه، يمد نصائح قد ما قدر، مهما كان الظروف. تحب تعلم، تحب تسقسي اي سؤال، اي سؤال على بريطانيا، اي العمل، الدراسه، الزواج، التاشيرات، كيف تطلع، كيف تهبط، كيف تعمل، هذاك ان شاء الله كاع الناس يمدوا، كل واحد يمد لك شويه شويه وتوكل على ربي. هذه انا هضروا التفكير تاع الانسان، وخاصه الشباب لا جينيس هذه اللي راهي تخمم الجزائر باش تطلع ليترونجي، ولا حنا نقولوا الغربه بيان سور. ان شاء الله ربي يوفقهم مليح بيطلع يقرا ولا يخدم ولا يعاون بلاده. يا خو مرحبا، واش نقولوا احنا؟ ما كاش من هذيك ما تشجعش الناس وما تطبحهمش على رجليهم ولا على راسهم. نو 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 نو، الواحد يهضر الحق. كاين بزاف ناس راهي مقيوسه، بزاف بزاف ناس اللي الام تاعو ما عندهاش واش تاكل. كي كان الاب يخدم ولا الاب عايش كلشي متهلي في الزوجه ولادها، ايه دوكا تقاس الدنيا باك. لا بليبار كبروا وتوفاو، الخاوه نفارقوا، كل واحد لا غالب الفقر ردهم هكذايا، كاين اللي الجهل ردهم هكذا كذلك. ان شاء الله يتعاونوا، ان شاء الله ربي يوفقهم. واش نقولوا حنايا؟ ماناش نقولوا الجزائر راهي راحت فيها، ماناش نقولوا الجزائر راهي جنه، نو. حنا رانا نهضروا الواقع، ما كاش كيما الواقع. واحد كيهضر الواقع بهذاك الواقع نتعلموا حنايا، نتعلموا كيما يقول لك ذكر فان الذكرى تنفع المؤمن. ماشي غير في الدين ذكر، ماشي غير روح تصلي وخلاص. نو 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 نو، كاين بزاف امور، كاين الدراسه، كاين الرياضه، كاين التوعيه، كاين الاخلاق، كاين تمد بزاف بزاف اشياء بلا ما تمد والو، باللسان الحلو تمد امور كيما رانا نديرو. ان شاء الله نتعاونوا. واحد اللي يكون عنده وقت يقصر يدخل على روحه، سواء كان طبيب يمدنا نصائح. حنا ماناش نشوفوا، ها نشوفوا اطباء في الجزائر، نشوفوا اخصائيين، نشوفوا مهندسين، ولكن جي الكورونا ما يطلعوا ما يهضروا. واحد يحشم، واحد يعجز، واحد يقول ما نروحش الفيسبوك، واحد ما يقول هذيك. يا خو بهذه كيما يقولك السوشيال، هذه من بعد المجتمع هذا ولا السوشيال ميديا هذا هو اللي يعاون الناس. دوك رانا كملنا خدمه، رانا روبو، رانا نقصرو، رانا في الدار، رانا ما نروحوش للقهاوي كيما بكذلك دي مودي، تروح للقهوه تحكم قهوه زيد وعندها شاي قهوه وتحكي على البان وتحكي. نو نو نو،
ولات امور في بيتك تقصرت من النصائح، تعاون ناس، تشكر ناس، توجر ما تشكر ناس، توجر عاونهم، تفشلهمش مساكن. الناس كاع مساكن يا حليل، غير راسه خابط على الحيط مسكين، الله غالب ما يا حليل. هاي اللي تروح تروح تولي ليها، هاي واش نديرو حنا؟ نتعاونوا، وخاصة خاصة هذه غرفة سيتي ليدين، هذه الغرفة سيتي ليدين أول غرفة اللي راهي مخدومة لهذه الأمور، أول غرفة. ما كاش غرفة واحدة أخرى اللي تحب تعاون، تحب تجيب الناس، تحب. كاين بزاف أمور، بزاف أمور مادا بينا نديرو، ومادا بينا نزيدو نتعلمو، مادا بينا الجميع اللي عنده أي شيء زيادة ولا يدخل مرحبا به، نعاونوه نقصوه. ولكن هذيك القيل والقال والناس تكذب وتهدر امور علينا، ولا تهدر على الامور، هذا يقطع في هذا، هذا ما بيش انه يكذب على هذا. ما تسمعوش الناس، من فضلكم من فضلكم، وخاصة خاصة الناس اللي تحب دير فوضى، تحب دير تشلويش، تحب تبهدل، تحب تهدر اشياء تافهة كما نقولوا احنا، تافهة. الله غالب، ما كاين شي ناس الله غالب ما عندوش مسكين، ما عندوش ضمير، كما يقول يشلوح برك، يطلق برك. ما تسمعوش لهذو الناس، وخاصة خاصة الناس هذو اللي راهي ضايعة، هذو تعلم فيسبوك ماسنجر، هذا قال وهذا قطع، وهذا البوليتيك. ولا ان شاء الله ما نروحوش لهذاك الشيء، نخدموا لبلادنا، نخدموا حاجة إيجابية. الغرفة هذه غرفة عائلية محترمة، تاع النساء، تاع الرجال، تاع الدراري، يتعلموا ويسمعوا بها. جميع الأم اللي حبت تدخل تسمع مرحبا بها، جميع دراري صغار، جميع البنات، جميع راكو كيما قولك في ضمانة، في ضمانة. واحد ما عنده الحق يدخل في أي شيء، مرأة عندها الحق تمد رأيها، طفلة عندها الحق تمد رأيها، مرأة ماهيش محقورة، محقورة. احنا عندنا بالك بكري هذاك الوقت، الله غالب الوقت الجاهلية بكري، كيف تربات الناس، كيف لا مونتاليتي هذيك. ولكن نو، رانا في 2021، ديباسينا هذيك الأمور. خلي المرأة تحكي، خلي المرأة تفرغ، خلي المرأة تنحي على خاطرها، خلي المرأة تحكيك واش كاين في الجزائر، واش كاين مع أولادها. هي اللي منهمكة مع أولادها، مع الاقتصاد تاع الجزائر، مع الجزائر، مع المعيشة. لازم السيد يدخلوا وماشي بس في وجههم، مامي كومونتي، معليش يكومونتي ويشاركوا، ينحوا ضيقة الخاطر هذه، يحكوا أي شيء، أي كما يقولك أي شيء تاع المجتمع. واش وصل هذا الوقت هذا تاع الطلاق والزواج والخطبة هذه، العراس، الموت، الحياة، القراءة، الدراسة، كيف يعملوا أولادهم، كيف يدوا أولادهم، إلى إلى المرأة كيف تعمل الرياضة. احنا ما كاش هذه في الجزائر، هذه مرة تحب دير رياضة الناس تشوف فيها تقول حاجة جديدة. هنا دوك لو كان ديكم هنا، يا ربي يا ربي 10 متر، تخرج من ظهري تشوف عجايز يجروا، تشوف شيوخة يجروا، عجوزة 80 سنة تروح تجري، 70 سنة تروح تجري في الفيلو، رايحة طالعة الجبال. بس يعطوا مهمة، يعطوا مهمة للمرأة. احنا في الجزائر الله غالب محقورة، من بكري من بكري، ملي كنت صغير مرة تقول اسكتي ريحي ما تهضريش الى اخره. مرة لازم تعطي لها حقها. احنا تلقى يتوفى الاب ولا الام، تلقى المرأة هي تحاوز الاولى، المرأة هي ما تديش حقها، هذا سمع مرت هذا، وهذا سمعت مرت هذا. نو نو نو، ما تمشيش هذه، سوري ما تمشيش هذه، من المحال. المرأة عندها كما قلت قيمتها، عندها شأن، الشأن تاعها. المرأة راهي الام، راهي الخالة، راهي العمة، راهي الاخت، راهي البنت، راهي بنت خوك ولا بنت اختك، راهي الجدة، راهي كل شيء المرأة. هذيك لازم، هاو المشكل في الجزائر، ما يخلوش المرأة تشارك باش تعاون باش تسقم البلاد. والحمد لله الناس بدات تثقف، بدات تعلم، بدات تمد المهمة للنساء. المرأة كلش، المرأة راهي فرملية، راهي طبيبة، راهي أستاذة، راهي معلمة، راهي مديرة، راهي كل شيء، طباخة، تكون عندها كوميرس صحة، تكون عندها تلفزة تاعها، تكون مهندسة، تكون صحفية، تكون أي مرأة لازم تكون عندها حق باش تعاون الجزائر بالزير تطلع. وكما قلت لا غير مونديال تاع الالمان، ماشي نساهم، هما طلعوا المانيا، هذيك لازم تكون مرا كل شيء. لازم الناس تحترم هذه الامور، وخاصه خاصه في البلدان هذه اللي الله غالب يا حليل، لافريك وميدليس الى اخره، انتم ما راكم تعرفون بيان سور. هذا امر كذلك، كما قلت نهضر اون جينيرال، القصه تاع اون جينيرال. لازم نشاركوا، لازم نعاونوا بلادنا، لازم. كاين بزاف ناس راهي في مشاكل،
مشكلة تاع السكن، مشكلة تاع الأموال، مشكلة تاع العمل، البطالة هذه، مشكلة تاع بنادم ولا كينو تصبح مسكين يحشم يخرج، ما عندوش دراهم، ما عندوش خدمة، ما عندوش قراية، ما عندوش إت كومبليكس، كيما يقول كإنجليزي ما عندوش سيلف إستيم، تعود ما عندوش لا كونفيدونس، مسكين يبقى يشوف موراه وفوقه وتحته وما يخرج ويطل منه من باش، ان شاء الله ما تكونش هذه، ان شاء الله قاع نعاونوهم حنايا كما يقولك، هذه هي المهمه تاعنا، الجميع اللي عنده الدور يعاون، الجميع اللي عنده لسان حلو يعاون، الجميع اللي عنده معلومات ارشادات نصائح يعاون، الجميع كي تشوف واحد من هامك لازم تعاونوه، يلا حنا تلقى مسكين مقلق في الجزائر ويخلوه وحده ويعايروه ويضحكوا عليه، واحد مسكين من القوت ما لقاش كل يعاونه تلقاه بديبريسيون، تلقاه مسكين تخطف، ما كاش اللي يعاونه، ما كاش اللي يجري عليه، تلقى واحد مسحور اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما كاش اللي يعاونه، كاين بزاف امور في الجزائر ان شاء الله قاعد تنحى، ان شاء الله تسقم بلادنا كما يقولك، ندعو ربي سبحانه بيان سور، وحنا نسبوا ونديروا السبب كذلك، مش يروحوا واستنى وغربك ان شاء الله، وهذيك نو هذيك بالسيف لازم، هذيك ان شاء الله وبربي، ولكن بالعمل لازم تبوجي ماشي تريح وتستنى، نو ما تمشيش هكذا، هذه من المحال، من المحال، وندعي وخلاص، نو لازم تسبب، لازم تسقى، لازم تمشي، لازم تسقسي، لازم كما يقول ارفد ارفد يدي ارفد قمشتك، ارفد قمشتك، روح ديمار يخدم، روح قرع، روح، كاين بزاف امور بزاف، انا نهضر اون جينيرال، مانيش نقولوا ما تعرفوش ولا ما تسمعوش، نو نو حاشا حاشا سامعين، حنا رانا نذكروا الناس اللي ما تعرفش والناس اللي تعرف ماذا بيا حنا يتشاركوا، هاي واش حبيت نقصد انا. كذلك بمناسبة العيد الأضحى 2021، إن شاء الله الجزائر قاع تكون فرحانة، قاع الأحياء، قاع 48 ولاية، قاع النساء، رجال، شيوخ، قاع إن شاء الله تكونوا فرحانين، إن شاء الله ربي يمد الفرح في الجزائر بيان سور، وقاع العالم، وقاع البلدان المسلمة، ولازم نعملوا، لازم نسقموا بلادنا، لازم نتهلاو في بلادنا، لازم ندوا الأهمية لبلادنا، ماشي غير نسناوها البوليتيك والحراك وهذا دار هذا ما دارش هذا، هذا سرق هذا ما سرقش، هذا ويا هذا، هذا راح يفوطي مي راح يسرق هذا، نو لازم نخمو حاجه ايجابيه كذلك، ولو خلينا نخمو السلبيات وش راهم يديروا وش راهم يخططوا، لا هذاك بينهم بين ربي سبحانه، ما كان ندخلوا في الامور لحاجه ما على بالناش، ما ندخلوش في الغيب حنايا، هذه تانيك عيدكم مبارك هالك. الكورونا كذلك بزاف ناس انا شفتهم مقبله في يوتيوب، طب انا نهضر دي بروفيسور، طب قالوا لكم من فضلكم من فضلكم ديروا لي بافات، من فضلكم لي بافات، لي بافات ما الصحه، والناس راي تشكي والاطباء راهم يشكوا في اليوتيوب، انا شفتهم مقبله، من فضلكم واحد يهضر صح، الكورونا مازالها في الجزائر، الناس تقاست بزاف، انا تليفونيت لبلادي نهار واش رانا اليوم الاربعاء نهار الاحد، قال لك في بونوح وبوغني ودرع الميزان وتيزي وزو راهم من هامكين، ما كاش ماشينات تاع الاكسجين، الناس مرات في الجبال، واحد يقيس واحد خطاف تاع الجبال، الله غالب يحليلهم، هذا تقاس ما يعرفوش، مريح في الدار مريض، واحد الامور راهي خلوطه، والله راهي خلوطه، بونوح بغني تيزي وزو درع الميزان راهم مقيوسين، وكاين بزاف بدات في بليده، بدات بدا في واحد البلايص، وحنا هذيك خطرة حمزه الروجي تاع ديدين بيان سور، وخليفي خليفي حميد وخليفي حميد وخليفي مد نصائح، باسكو قاستو الكورونا عندها واحد زوج سمانات، قال لك من فضلكم من فضلكم سيو كيفاه حافظوا نفوسكم، شوف انسان سبورتيف وكلش وقاستو وطاح طيحاتو فراش، والمير يحلل فيكم وحللناه كذلك باش يفتحوا دي سونتر، فتح واحد سونتر في ليدو، قال لكم روحوا ديروا الفاكسان، من فضلكم من فضلكم روحوا ديروا الفاكسان، ما تخافوش، هذيك اللي يقول لكم تاع الشينوا وتاع الروس وتاع الجزائر وتاع الالمان وبعد تاع الانجليز، يا خو روح دير الفاكسان توكل على ربي، اللي كيما يقول لك اللي تجي من ربي مرحبا. لك نبقى نسقسوا هذه الامور واللي حكم الامور هو ربي سبحانه، صافي رانا خارجين، واحد يروح يدير الفاكسين من فضلكم من فضلكم من فضلكم،
الطفل يقيس الام تاعو تكون عجوزه ولا وليد وليدها ولا وليد بنتها يقيسها، ماشي مصيبه. هما راه مساكن عجايز كبروا خلاص، ضعف المناعه ضعيفه، راهي ضعيفه، وانت زيد لهم. يا اخو واش نقول لكم انايا؟ لازم تحترموا القوانين الصحيه من فضلكم، القوانين الصحيه من فضلكم. لازم حاضروا روحكم، لازم المسافة تكون هذيك، ماشي بالسيف 2 مترات، ما تنفس قدام الإنسان، ما تعطس قدامه، ما تسعلش قدامه، ما كي تمس حاجة تجي حكم مشوار هذاك اللي عليه فيه لالكول، ولا هذاك تاع اسمه اللي تمسح تاع لالكول هذاك، سوا مشوار ولا هذاك الجيل هذاك لي بافيت الحوانت، وين تشوف الغاشي تجي لبس بافيت من برا، تشوف الغاشي لبس لي بافيت. لازم خذوا حذركم، من فضلكم من فضلكم من فضلكم. ما واش نقول لكم انا الكورونا هذه. وتانيك لازم التوعيه، لازم الامام يهضر والطب يهضروا، التلفازه يهضروا، لي جورنو هادو يهضروا، المدرسه هذه الابتدائي المتوسط الثانوي الجامعي يهضروا، التكوين المهني يهضروا، هذه يا واش نبلغوا. لكن في السوق كش واحد عنده منبر هكا يهدر، ولا كش واحد يدير بارلور في حومه، بارلور خفيف يهدر للناس يوعوا الى اخره. هاي الامور توعوا باش الكورونا تنقص في الجزائر. ها واش نقولوا انا؟ باسكو بزاف ناس قالوا لي سي يهدر على الكورونا الناس يتقاسد، والناس راهي غافله، جميع دوك اللي يدير الماسك يضحكوا عليه. كاين ما ماش نقولوا كاع، ولكن الحمد لله الحمد لله في جوامع راهم يحترموا القوانين. العجاز وشيوخة توجور الله يعطيهم الصحه البركه ديالنا يخافوا توجور يلبسوا دي ماسك، ولكن لا جينيراسيون لي جون هذه من فضلكم سي لبسوا لي بافيت من فضلكم. سمحوا لي دقيقه، شكون هذا؟ اسمي شاري تضرب في الايكرون، سمحوا لي. محمد خليفاتي اهلا بك خويا محمد. ما كنتش نقرا لي كومونتير باسكو واش كيف يقولوا حنايا سميشه راه يضرب لي فليكرو، ما نقدرش، لازم حتى ندخل للدار، راني برا في الجاردان. عيدك مبارك محمد، وان شاء الله تعيدوا بخير وعسلامه. اسمح لي البحك كنت خدام ما هدرتش مع ناس بيان سور، وخليت الفيديو. سلم بزاف بزاف على العائله، الام والاب عمي عثمان سلم عليه بزاف بزاف، قولوا عيدكم مبارك ان شاء الله، وكاع العائله تاعكم بيان سور، عمومك يا حومه. حامد جناوي اهلا بك خويا حامد، ما شبعتنيش اليوم غير قسم من قبل، وانت تقسم معايا ما شبعتنيش. يسال عليك الخير ان شاء الله، يتوحشك الخير خويا حامد جناوي، عيدك مبارك حامد انت والعائله تاعك. شكرا حامد. شكون هذا؟ شمس الدين اهلا بك خويا شمس الدين، عيدك مبارك الله يعطيك الصحه على الميساج قريته البارح. شكرا، عيدك مبارك، وقول جماعة تاع حومتنا كاع عيدكم مبارك. سمحوا لي كما قلت لك البارح كنت خدام ما كانش الوقت. شكون هذا؟ مانيش قادر نقرا، اسمعوا الذوره ويضرب في ليكرون، هذا ليكرون تاعي ال او دي ماشي ال سي دي، ال او دي عباك يبان ظلمه. صالح الاخ صالح، ما على باليش شكون صالح. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. راه الاخ الاخت رشيده اهلا بك، يعطيك الصحه انت كذلك. شكرا شكرا شكرا، عيدك مبارك انت والاولاد والزوج. شكرا. كريم اهلا بك، هذه غيبه كريم، توحشتك بزاف بزاف كريم سلام. ان شاء الله كريم تعيدوا بخير وعسلامه. كيف كيف راح زوجنا سفيان الله يزيد كريم. كريم راح يزوج وليده سفيان ان شاء الله. كريم كيف تحولنا هذا الايام ان شاء الله بخير ويتزوج على روحه، هنيهولنا الله يسجد كريم، عيدك مبارك، سلمنا كاع الجماعه والدار. شكرا كريم. علي جدي الزول، علي جدي صحه العيد ونا علي، عيدكم ام ربوح ان شاء الله. ميرسي علي توت لا فامي بونوح. اوكي ان شاء الله علي، ميرسي. طانطوز اهلا بك، عيدك مبارك، رمضان شلام، ان شاء الله تعيدوا بخير وعسلامه خويا رمضان. سلمنا كاع الدار كاع كاع كيما راهم، سعيد عاشور حسن كريمو
والزوجة والدراري قاعد أسلم عليهم بزاف بزاف. عيدكم مبارك إن شاء الله تكونوا بخير وعسلامة. آه يا طنطوس اضرب بالحم اضرب اضرب بالحم، انت عينك في الحم شوف في العيد قاع يا طنطوس. عيدكم مبارك. مانيش نشوف الدورة ويضرب ديريكت. كما قلنا هذه هي الغرفة تاع سيتي ليدين الحي الكثبان. الغرفة هذه مخدومة لسيتي ليدين وكذلك تعاون الناس. واش معناتها كي نقول سيتي ليدين؟ نهضر على بلدية المحمدية، وكذلك تجي اللي يحب يدخل ولا يهدر ولا يحب يعاونه يا خو مرحبا به. هذه الغرفة تاع سيتي ليدين نبازيو بزاف بزاف على ليدين، عمارة ألف وباء و 618 632 سا ميزون لا فيجري سيتي بوليس كاتي بيلار ليدو لي تمارس لي بان باب زوار سان جويدا البيضاء تاع بلدية المحمدية. وثاني كنقصروا مع البلدان واحد اخرين كما نقول لك الولايات واحد اخرين 48 ولايه عندنا بزاف حبابنا من ولايات واحد اخرين ومن داك يطلعوا من داك يكومونديو يا خو مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم. كما نقول لك ما نقدروش نديروا كلش، على بالي قلنا للناس لازم كل واحد يفتح اللايف تاعو وان شاء الله نتشاركوا احنا نروحوا عند هذا وهذا وهذا الى اخره، نتعاونوا كل واحد نصائح ارشادات باسكو اليوم نكون خدام ما عنديش الوقت الاخر يفتح الغرفه الى اخره. وكاين بزاف ولاد حومه ان شاء الله عندهم بزاف غرف، ربي يوفقهم ان شاء الله، ولكن لازم يكون فيه حاجه ايجابيه ما تكونش سلبيه هذاك باش نتعاونوا الى اخره. كاين غرف كاين تاع رشيد رشيد زيان لا يدير تاع حاجه تاع الدين تاع الرياضه، رشيد عنده بزاف خبره اكثر منا بيان سور يعرف. كاين جماعة تانيك تاع توفيق بن عيمش سمير كرشيش إلى آخره، يا خو ربي يوفقهم إن شاء الله يكون كلش في خير. النية تاعهم لازم تكون صادقة، واحد ما يديش النية تاعو سيميم ما يدخلش في أمور، ولكن الحمد لله راهم يكسروا الحمد لله. واش نقولوا حنايا لمصلحة الحي تاعهم غيورين على حومتهم بارك الله فيهم. أنا واش نقول، وكان كذلك جمال نعمان ما نساش جمال كذلك، معليش ماهوش يبان هذا الايام شي حاجه راه مشغول وعنده غرفه والحمد لله ان شاء الله تكون هذيك الغرفه تكون في خير ان شاء الله يكونوا كاع بخير لا حرج كما نقولوا حنايا. كانت مشاكل من قبل وربي يصلح معليش العواشر. احنا واش نقولوا كاين امور اللي احنا بنادم الانسان مخدوم هكذا يغلط يدير امور واش نقولوا حنايا، ربي يوفقهم وربي يوفقنا. احنا واش حبينا نديروا، كاين سلبيات وكاين ايجابيات مهما كان ظروف، هذا هو الانسان. سمي الانسان من كثره النسيان، سمي القلب من تقلب. بنادم توجور يشد فيه ربي سبحانه، ولكن النية ان الاعمال بالنيات وان لكل امرئ ما نوى. النية تاعك كي تديماري بها سواء مع الزوجة تاعك سواء مع أولادك سواء مع أحبابك مع جارك، كي النية تاعك تكون خالصة والله تروح وين تروح توجد ناجح. النية هي الصحة. واش نقولوا حنايا، ما ننساوش كاين بزاف الناس تليفوناو لي صبح، هذه زيادة هذه النقطة زيادة معليش نهضروها ماشي حاجة. بزاف ناس تليفوناو لي صبح قال لك يا حسن ما تزعفش على الشريط اللي داروه ضدك بدون سبب. واش نقول لكم، انا انسان قلبي واسع، جوس بزاف في الاترونجي سواء في العمل سواء في الدراسه سواء مع احبابي سواء مع الكور. انا عشت بزاف مع الكور اكثر من اللي عشت مع الجزائر، انا جميع عشت مع الجزائر واحد يهضر الحق. عشنا مع الجزائريه في الميسنجر في السكايب تاع بكري، ولكن باش تقول لي نعيش معاهم جامي، انا ما كانش الوقت لا غالب. انا وين نسكن كاع كور وين نخدم كاع كور ما كانش الامور. على بالك قلت لكم قلبي واسع، حاجة تتقاس كي واحد يدنا بزاف الأمور اللي سبان وشتم وتجبد خاوتك ولا الأم تاعك ولا عليك بنادم يزعف، ولكن الإنسان لازم يوسع خاطره ما يزعفش ما يزعفش. باسكو يزعف وين يديك؟ يديك لاتونسيون، يديك لا ديابيت، أعوذ بالله إن شاء الله ما تكونش عندكم كاع، يديكم التقلق التوتر، هذه ديزيكيليبر ناحية الكليب تاع لو سيستم تاعك الى اخره. انا واش نقولهم، بنادم ما يزعفش، ما لازم ياخذ حضره، لازم الرياضه، لازم يعمل خدام، لازم يكسر مع حبابه، لازم ينحي على خاطره. كي تشوف روحك مقلق روح البس سيرفات روح اجري روح للجاردن روح للبارك روح عوم،
هذه هي الامور، ما تنجحش بين اربع حيوط والقيل والقال، ولا تروح عند ناس، وخاصه كاين بزاف ناس اللي خلقوا هذه المشكل تاع يتليفونيو بيناتهم ويكسروا بيناتهم، وعباك تكون داخل الغرفات نادم ياخذ حضره الشيطان، توجور الشيطان ثالثهما. ان شاء الله ان شاء الله ربي، احنا واش نقولوا، وكذلك انا ما منا ما بنفسي انا حسن عدل ان شاء الله يهدينا ربي. ها واش نقولوا حنايا، احنا مادا بينا كاع الناس تفتح الغرف وتقصر وتمد نصائح الى اخره، تعاون مع باش انا تفرح الى اخره، هذيك الامور تاع هذاك دار لي وهذاك خدع لي وهذاك سرق لي وهذاك، يا اخو ان شاء الله ما تكونش، وان شاء الله انا راني خاطئ، انا مانيش منها، انا غادي قلت لكم تليفون ابو صباح، انا بريء انا بريء انا بريء انا بما ليس لي علاقة، انا حسن عدلي انسان محترم، وليت فاميليا ونص، فتحت غرفة هذه سيتي ليدين، وفتحت لي دي سي تاع سيتي ليدين تاع اللي توفى الله ربي يرحمهم ويسع عليهم، هذه نعاون ولاد حومتي، نعاون الناس الى اخره. ولكن كان مشكل الاسبوع اللي فات ماشي انايا، كان بين اخ نور الدين محيود وصف صافي الاخضر بن موسى، هذا ما كان سلف عنده شوية دراهم، 5 ملايين تاع الجزائر، واحد يهضر آخر 5 ملايين تاع الجزائر، راح يعطيهم هذا اليوم صف صافي، إن شاء الله يعطيهم له صف صافي، راه وليد فيه 1.5 مليون، صف صافي نحبوه كاع، راه خونا الكبير صف صافي، إن شاء الله يعطيهم له بلو بيت بوسيبل، غير كيما زوج بنته، معليش العرس تاع وخاصة تاع البنت، الأب يصرف كلش باش يفرح بنته، ولكن الناس دخلت بالشتم وإلى آخره، وجبدوا شيخ سماتي وجبدوني انا وجبدوا الامهات، ما عادش ربي يهديهم. وش يقولون انايا كما اقول لك، ما عنديش علاقه، اليوم العواشر وربي على باله، ما عندي حتى علاقه ولا شيخ سماتي، شيخ سماتي راهو مدير ابتدائي من الخدمه للدار ويقصر مع حبابه وخلص، السلام عليكم، عنده زوجته عنده ولاده عنده حبابه عنده جيرانه بزاف عليه، ديجا المدرسه تاعو وشيوخه وتلاميذ ديجا بركات، ما عندوش نعرف شيخ سماتي استاذ تاعي انا نعرفه، ما عندوش مشكل، ولكن جبدوه وجبدوني انا بدون سبب، معليش والله كما يقول لك راهي كلمه، ولكن الشتم والسبان تاع الام هذيك اللي تقصنا بها انا وسماتي. ولكن واش نقولوا، واش نقول لكم، الاخ محيوت نوردين راك مسموح، راك بعت لي 3 فويس ميل خونا نوردين، قال لك اسمح لنا مع باش كيف السبان هذا، معليش راك كيما انا واش نقولوا، راك مسؤول على هذاك الامر اللي درته، ما تقولش ما على باليش كيف درت، لو كان سبيت ودرت الامور هذيك ما يهمش، سبيت بينك وبين نفسك، ولكن تسب شديتها في الشريط وتبارطاجيها وتببليسيها، يا خو والله والله رانا في العواشر، نقدر ندير 1000 فيديو، 1000 ماشي واحد، 1000 فيديو على اي شخص، ولكن نو، انا باش نرقد في الليل، انا ما نديرش هذه الامور، انايا ما نديرش هذه، كي ندير الفيديو كيما راني ندير معاكم هكذا، دي فوا نخاف باسكو راني مسؤول، كلكم راع وكل راع مسؤول، كل مسؤول راعي مسؤول عن رعيته، كل واحد راه مسؤول، الكلمه اللي تطلقها لازم توزنها، تحاسب عند ربي سبحانه، خاصه تتهم انسان، تشتم انسان، تسب انسان، تسب الام تاع انسان بدون سبب، كما يقول لك تفاجأت، انا تفاجأت بزاف بزاف، كيف وليد حومتي حبيبنا وكاع ويدير هكذا، يا خويا واش نقولوا، بعثت 3 فويس ميل، قال لك سمحوا لي الانسان هذاك خدعني، ما خدعكش ان شاء الله حيعطيهم كذا الايام، وما كان لها نكثر ونهضر، رانا العواشر بيان سور، ان شاء الله يعطي لك الامانه، 5 ملايين تاعك تاع الجزائر، 5 ملايين تاع الجزائر كما نقولوا حنايا، 200000 تاع الانجليز، هذا ما كان، هذا ما كان، في النهار تجيب 200000 فلانكس، في النهار تروح للسوق دير مليون، دي فون الناس تروح للسوق تخدم دير مليون، الناس اي انجليزي 200000 في النهار يخدم، اي انجليزي 200000، 200000 بالسب الام تاع انسان على النهار، واش نقولوا، معليش ما نكثروش والله، ما نحبش نكثر هذه، باسكو الناس تليفوناو لي صباح وبزاف هضروا معايا صباح، وقلت لهم ما تدخلوش في الامر هذا، وقال لك دوك نجيبوا دراهم مدوهم له، نو نو ما تمدوا له الاموال، ما يمد لكم الاموال اخ نور الدين محيود، ان شاء الله هو تسقم وتكالما، ودوك صف صافي يعطي له الامانه تاعو، والسلام عليكم، هذا ما كان.
صف صافي يعني بعث له ميساج انا وشي خصمه تهضر معاه بنفسه، قالوا حنا نعطيهم له هذا الايام، قال له قول له ما يتقلقش ونحي هذاك الشتم والسب وتبهدف ولاد حومتك ماشي مليح، معليش معليش جرح شي ناس والناس كاع زعفت عليه. وانا قلت لك اليوم الناس تليفوناو لي قالوا لي حنا راح نمدوا له هذو دراهم بلا بيك بلا سمعتي بلا صافي. انا قلت لهم ما تمدوا حتى دورو، ما تمدوا حتى دورو، باسكو ماشي مشكل، ماشي انا اللي درت ولا شي خصماتي ولا نتوما، انا صف صافي سلف الامانه دوك يعطيها له هذا ما كان، هذا ما كان، ما تزيد ما تنقص. ولكن المشكل تاع السبان انا قلنا، والانسان اعتذر وقال لكم سمحوا لي، وقال لي اسمح لي، وقال شيخ ما تسمح لي يا اخو راك مسموح خونا، هذا ما كان، ان شاء الله ما يكونش مشكل في الجزائر مع الناس، مع خاوتي اللي سمعوه، مع بزاف جيران حلفوا فيه، ولكن ان شاء الله راهم يسمعوا فيا، وراني بعد شريط باللي راهي كلمه راهو مسموح، راهو مسموح، وان شاء الله ما يزيدش يدير الغلطه. وكان بزاف الناس دي، الناس سبت الام تاع انسان، وانا حكاوها لي، ماشي حكاوها لي هكذا، الانسان اللي سب الانسان اللي تسب كما يقولوا حكاها لي، اللي هي بزاف بزاف ناس هذا شتم الام تاع هذا وهذا سبابه هذا، ان شاء الله ما تكونش. هذا هو الجهل، هذا هو الجهل يقولوا له، واحد اللي ما يقراش، واحد اللي ما يخدمش، واحد اللي مشي مواعي، واحد اللي يسمع للناس. الفتنة، الفتنة أشد من القتل، الفتنة الناس كي تدخل مع الناس خلاص، الزوجة ما عندهاش الحق تهدر مع زوجها، الزوجة مع زوجها على أمه ولا أبوه، الزوجة هذه نصف حياته، نصف هذه الزوجة تاعك، كما أقول لك اسمه نصف تاع حياتك، نصف تاع كلش، ما عندهاش الحق تهضر لك على الام تاعك ولا الاب تاعك، ما عندهاش الحق، ما عندهاش مهما كان ظروف. يجي انسان معلش حنا واش نقولوا، الناس راهي تسمع، الفيديو راهي رانا بارتو، رانا كيما نقول لك نديروها في وجه ربي سبحانه على العواشر بيان سور، ان شاء الله نكونوا بها، ان شاء الله نتفاهموا، ان شاء الله بنادم كي يريح وحده في الدار، وخاصة في الليل، وخاصة في الليل كي تريح وحدك في الليل بينك وبين ربي سبحانه، وطلع حساباتك واش درت في النهار، هذاك النهار من الصباح حتى الليل واش درت، اسكو درت خير، اسكو من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، اسكو هذيك لاتوم، هذيك لاتوم اللي ما تشوفهاش ميكروسكوب، اسكو درتها، اسكو ظلمت واحد، اسكو تروح ترقد وانت مهني، كاين بزاف امور، ما نحبش ندخل في هذه سايكولوجيكال ثينكس، هذه اللي تدخل في ذهن الانسان ودم الانسان الى اخره. احنا واش نقولوا، كل واحد ربي يعاونه، كل واحد ربي يوفقه، الجميع اللي يدير خير ان شاء الله نفرحوا له، الجميع اللي يدير الشر ان شاء الله ندعو ربي سبحانه يغفر له وندعو له ليه ونهضروا عليه معاه ونوعوه الى اخره. اللي يحب يخدم يسقسي، يدخل ناس يسقسي، اللي يحب يقرا يدخل يسقسي ناس، اللي يحب اي شيء يدخل الغرفه هذه مرحبا به، الغرفه راهي مفتوحه، جامي غلقتها انا، والله جامي العدو تاعي ما غلقتهاش، انا مازال ما حاوش واحد من الغرفه ولا نحيته من الفيسبوك ولا قطعته ولا باريته الى اخره، مازال ما درتهاش وان شاء الله ما نديرهاش ان شاء الله، باسكو ما عنديش دي فوا بنادم يزعف مع انسان في هذيك الدقيقه ومن بعد يندم، هذه هي الانسان، رانا نروحوا كما قلت هيومن نيتشر، طبيعه الانسان هذه هي سنه الحياه، تزعف يجي نهار تسامح. الرسول صلى الله عليه وسلم شنو كان هودي يلوح له حاشاك ليبيز تاعو واسمه تاع المجيريه تاعو، ولا كيف نقولوا له احنا ليبيز، يروحوا للسيج، يروح ديريكت البيت تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، هكذاك يروح ينقي، معليش ينوض الصبح كي عطى له خدمه، كي الرسول صلى الله عليه وسلم كي ينوض الصبح عنده خدمه، عنده سبور يديرها، يكس العضلات تاعو، ينقي هذاك اللي داروا له. واحد النهار كي مرض هذاك الهودي كي كان في فيلم كما نقولوا احنا اللحظه الاخرى في حياته، راح ليه شد له يده وهدر معاه الى اخره. والله كما يقول هذاك الفيل، هذاك الهودي كيف حس، ربي يعلم، ربي غير ربي على باله كيف حس، شد له يده حتى مسكين توفى وراح. احنا ما نروحوش، ما نحكوش على الموت ان شاء الله، ما نحكوش عليها ان شاء الله،
أو البارح محمد لامين خليفاتي، قلت لك محمد لامين، محمد لامين طيان، شحال في عمره؟ 55 سنة، كان معانا في الغرفة ما عندناش بزاف، أو غير كيما توفى شحال عنده 3 سنوات، راح باطل بك الكورونا، إنسان صحيح سبورتيف، وليد فاميليا ونص، ربي متصبر الزوجة تاعو ولادو وعائلته كومبلي، أو راح. أو محمد خليفي مسكين، محمد خليفي خور رمضان لاكاج، خور دوان لاكاج 27، محلقاف حنا نقولوا، ربي يرحمه ويوسع عليه، البارح كان هنا اليوم ما وراح. كاين بزاف امور ما نحبش نحكي بزاف. بنادم ياخذ حذره، الموت راهي راهي كيما نقول راهي مع الفيراج، لا تعلم مع البنك شو راح يصرى، سوى السن سوى كبير ولا صغير، مهما كان ظروف احنا ذيك القيل والقال ونعرف وما يعرفش وكيما يقول ذباز نلوح لافوا تاعي تبان، نحب نهدر نحب نبان، لا حبيت تبان مت حاجة معلومة صحيحة، معلومة شابة، حاجة تاع الدراسة، حاجة تاع الكورونا كيف تعاون الناس، كيف تبدلوا النصائح، كيف مش تختار عدوى، ما نش نقول من هذيك ما نلحقوهاش، هذيك على بالي ما راحش نلحقوها، كيف توعي الناس، كيف تعاون الناس، كيف اسكو تصدق حاجة باش تعاون الناس، الناس ديموندي الاكسجين في الجزائر هذا امباسين مع الكورونا، هذه الامور رانا نحكوا حنايا، هذيك القيل والقال هذيك ولا ديمودي، والله ديمودي، هذيك وقت الحبشة كما نقول احنا، أبا جهل إلى آخره، هذوك الناس تاع بكري في متاع الرسالة إن شاء الله. وش نقول احنا؟ جميع اللي حبنا نحبوه، جميع اللي كرهنا نحبوه، ما عندنا حتى مشكل مع أي شخص مهما كان ظروف. كاين ناس اللي معلش كانت كما نقول سوء تفاهم، كما نقول ما زال شادين الحقد، يا خويا دبروا لسانهم واش نقول انايا، انا بينهم وبين ما كاين والو، وقلت لهم هذيك اخرى ما عنديش مشكله انا مع ولاد حومتي ولا مع اي شخص، انا عندي حاجه مليحه، كي نروح نحط روحي راسي في الفلاش نروح نرقد ديريكت، على بالي انا 100% رانا في 100% رانا العواشر، دوك لو كان حط روحي هنا قدامكم قدام طابله نرقد، ما ظلمت انسان ما نظلم انسان، ما وقت نضيعون مد نصائح للناس، عندي وقت على الخدمة تاعي، عندي الوقت على العائلة تاعي هنا، واللي بقى نمدوا الناس انا يعني نقسم على العائلة بالجزائر وحبابنا ونحكوا على الجزائر إلى آخره، نمدوا كما يقولك حنا بوزيتيفيتي، حاجة إيجابيات للجزائر، مهما الناس كاين بزاف ناس راهي ضدنا تقول لك نو الجزائر راحت فيها، كاين أمور اللي ما تحكيليش حنا حاجة سلبيات، احكي لي حاجة إيجابية، هذيك سلبية بعد نخلصوا عليها، نبدأ بالإيجابيات، تبقى تحكي لي بسلبيات ما نديرو والو، ريان ريان ريان، لازم نخمم بايجابيات، اسكو نسيو هذه، اسكو نقدروا نديروا هذه، اسكو نتعاونوا، الناس قاع تعلمت هكذا، ديفو والله الانسان وخاصه اللي راهو ساكن في الغربه، ديفو تجي بلا دورو بلا هدره بلا كلمه بلا معرفه، بالوقت بالعزيمه تاعك بلا فولونتي هذيك بالقط كما يقولوا ذا قط، واش كاين في دمك، بالوعد كيف وعدت الام تاعك والاب تاعك وحبابك وخاوتك والجزائر، كي نخرج من الجزائر نروح نخدم نروح نقرا، هذيك يقولوا لها ذقات راهي في دمك، هذيك اللي تشجعك تنجح وتقرا وتخدم وتكسب، ولما كنتش بدار تكون بدار، لما كنتش بالسياره تكسب ان شاء الله سياره، لما عندك زوجه زوجه، لما عندك دراري دراري الى اخره، هذيك اللي تشجعك ذقات، وان شاء الله ربي كل واحد يوفقه، كل واحد يعطي له ما يحب، كل واحد يعطي له ما يتمنى، ان شاء الله ان شاء الله نكونوا توجه مسلمين 100%، ما كاش 99 ولا 101، نو رانا مسلمين وان شاء الله نبقى مسلمين، ولا غلطنا بيان سور ربي يغفر لنا، ولا غلطنا معاه يسمح لنا، ما كاش حاجه ماشي بالصفه انا نشد الحقد بوريان، باسكو انا قالوا لي بزاف ناس، انا قلتها لكم نورمال ما نقولها بصح معليش، انا صريح انا يعني، انا واش كان في قلبي يخرج من فمي، ما كاش حاجه، وبين القلب تاعي وفمي كان العقل تاعي هو اللي في الوسط اللي يغرب الهضره ما قبل ما يهدر، قبل ما يهدر ما يشتم ما يطيح، كي راني نشوف انا ونهدر في ليكرون هذا على بالي نسى راهم يسمعوا والرجال راهم يسمعوا واللي يحبوك راهم يسمعوا اللي يكرهوك راهم يسمعوا الكو راهم يسمعوا السيكيوريتي تاع الجزائر راهم يسمعوا السيكيوريتي تاع الفيسبوك راهم يسمعوا، كاين بزاف امور على بالي نشوف ليكرون، الخبره بنادم يجوز على الخبره عليك،
مهما كان، كاين بنادم يشوف فيك حبك، كاين بنادم يغير منك، كاين بنادم يكرهك، كاين بنادم بدل رايو، كاين ما يحبكش ولا يحبك، كاين انسان ما يعرفكش، الله غالب ما يعرفكش، يبقى يسمع يقول اه هذا ويفارغ شغل ولا يقول هذا، يجي الوقت يعاودها يقول يا خو والله غير سمعت مد ومد نصائح، عاوني دار لي هذه. كاين بزاف ناس، بزاف كيما يقول لك بالقناطر المقنطره، ما يعرفوش مساكين، ما يعرفوش بلاد حومه، دخلناهم ولاو يعرفوا حبابهم، ولاو يعرفوا الرياضيين، دخلنا لي سبورتيف كسروا معاهم، دخلنا اي مسؤولين قصروا معاهم، ولا تحومه لي زونسيان ولا قدام، ولا حباب ولا صحاب، ولا يقصروا توجور. احنا وشنو درنا الخير، جبنا روحنا ورانا فرحانين بهم. ما واش نقولوا احنا على النيه مقبل قوتها، كي تكون النيه، ان الاعمال بالنيات، كي تكون النيه تاعك خالصه وصالحه ربي يوفقك. ان الاعمال بالنيات وان لكل امرئ ما نوى، فمن كانت له زوجة إلى آخره، هذا ما نكملوش. ولكن النية تاعك كي تكون صادقة، سواء ما أنا قلتها لك، كي تكون نيتك مع وليدك، مع بنتك، مع زوجتك، مع جارك، مع أستاذك، مع طبيب تاعك، باسكو أنت تروح عند الطبيب تاعك وشنو؟ لازم تكون تشخص، تكون نية، تكون خالصة، تقول راني مريض، رجلي توجع، هو يسمع لك، هو يسمع وراه ياناليزي وناك مريض باش يبارك. وكان تروح عند الطبيب تكذب عليه، تقول له مانيش نشرب انا، مانيش نتكيف، مانيش هادي، مانيش، ما يقدرش يقراك، يقعد كلش كلا كتبني فوق الرمل، ماشي فوق الروشي، فوق الرمل. ما نروحوش للبعيد كما يقول. وبنادم جامي ينجح هكذا، جامي ينجح ابدا. واحد اللي ما تكونش عنده النية خالصة، من المستحيل ينجح. هاو شنو نقول انا، اسمحوا لي بك كومنتير. كريمو روماني، اهلا بك خويا كريمو، عيدك مبارك خويا كريمو. ان شاء الله كما صمتوا العرف، النهار تاع العرفه وعيدكم، ان شاء الله تكونوا جوزتوا طري طري بيان خويا كريمو، خونا الكبير كريمو بيان سور. سلمنا بزاف بزاف على مراد، والصغير نسيتو كاع، والله نسيتو فريد، لما ان شاء الله سلمنا عليهم بزاف بزاف. مراد حبيبي خونا كريمو روماني، سلمنا بزاف بزاف على اصحاب الفوق، توحشناهم بيان سور، كاع ليدين، باتيمو باتيمو ا وباتيمو بي بيان سور، كاع ليدين، سلمنا بزاف بزاف عليهم. ماذا بينا احنا، ماذا بينا نعيدوا في الجزائر، ولكن معلش كما قلت لك الحدود مازال، والقوانين هذه الدولية مازال، ان شاء الله ان شاء الله نتوكلوا على ربي كي يسهلوا الامور ان شاء الله يا ربي. هذا ما كان نهل، اهدرنا نقصرنا، ومنيح بنادم يمد نصائح، باسكو ما كاش كيما النصائح، واحد اللي ينصحك خير، واحد اللي يحكيك امور تافهه هذاك ما راناش من هذاك الامر ان شاء الله. واش نقول لكم انا، سمحوا لي بك انا نقرا لي كومونتير. ابراهيم قناس، عيدك مبارك. سليمان خاوي، عيدك مبارك. مالك طاليس، عيدك مبارك. قاع بالعائله كالعاده. شيخ سمات، عيدك مبارك. مصطفى طاليس، عيدك مبارك. امين بنينان، عيدك مبارك. حكيم السيو، عيدك مبارك. كمال بالبضاوي، عيدك مبارك. حميدوش جناوي، عيدك مبارك. العمري قاسمي، عيدك مبارك. راني نسلم كاع على ولاد حومه. صف صافي، عيدك مبارك. نور الدين محيوت، عيدك مبارك. جمال رحموني، عيدك مبارك. شاكيب دحماني، عيدك مبارك. الشاب نسيم بشادي وسفيان بشادي، خاوة عيدكم مبارك، لي شونتور تاعنا لي زارتيست. فريد رمضان، عيدك مبارك. عائلة خلاش، عمار رينجو حسن، عيدكم مبارك. الأخ قادر القرنون، عيدك مبارك، كاع العائلة بالزوجة بالعائلة تاعك. بروفيسور قادر، جماعة قاع عيدكم مبارك.
زهير العيفة عيدك مبارك بولادك، كريم زكوكي بوعلام زكوكي عيدكم مبارك، رضوان خليفي عيدك مبارك وعظم الله أجركم على أخوك محمد، ربي يغفر له إن شاء الله، قاعدكم مبارك جميع اللي راني نشوف جماعة، محاب جمال رشيد مقران سعيد عيدكم مبارك، بن زادي عيدك مبارك، كمال بالحرات عيدك مبارك، عائلة سادات عيدكم مبارك، إن شاء الله ربي يمدكم صبر على الأم اللي توفت، حميد بالقاسم فوزي مراد ماجد عيدكم مبارك، حبابي خاوتي هادو، عائلة يعلى عيدكم مبارك، ياسين رفيق إبراهيم إلى آخره عيدكم مبارك، عائلة عيسات عبد القادر عيدك مبارك، رابح عيدك مبارك، الحاج عيدك مبارك، محمد عيدك مبارك، لافامي أرسقي مهنا عيدك مبارك، بو جمعة جمال ولا كمال احنا نقول له جمال هنا كمال عبد الله عيدكم مبارك، قاع انا وش نقولكم عز الدين معوش عيدك مبارك خويا بالعائلة تاعك، نسلموا قاع واش نقولكم عيد مبارك قاع سيتي لودين عمارة ألف وعمارة با، وما ننساوش قاع 632 618 ساميزون كاتي بيلار لافيجري سيتي بوليس سيتي ميديتيراني الحومة ديالنا جديدة وين العجوز راهي ساكنة، لي بان لي تاماريس لي بان ماريتيم عيدكم مبارك، ليدو لي باناني سان جويي باب الزوار دار البيضاء عيدكم مبارك، وخاصة لاكاش تاعنا لاكاش 19 سمحوا لي لا نسيتكم قاع، عائلة فرقاني عائلة زواي عائلة فاتين عائلة رشيد تاع الدور عائلة صنصري إساسفة عائلة بو خالفة الكات عائلة عميروش عائلة بو نصلة لارطارزي السانك عائلتي عائلة عدلي نسلم عليهم بزاف بزاف كاع العائلة تاعي، كاين شي خاوتي مازال ما هدرتش معاهم اليوم الله غالب راهم مشغولين معليش، عائلة بودراع خالي الله يرحمه ويسعده خالي سليمان سانكيام ايطاج، عائلة قاسمي عائلة شالام عائلة دار محتشور ودوكا، عائلة زكور الله يرحم خونا وهاب اللي توفى، عائلة برعدة محمد عمي الطيب هشام عيدكم مبارك، عائلة خلوفي محمد خلوفي عبد القادر لطفي مروان عيدكم مبارك، عائلة زيدي فرحات وسفيان عيدكم مبارك، كمال زغلي لو ساكن بك عيده مبارك لأولاده، نافيا ميطاج عائلة حموشي ربي يغفر الأب اللي توفى عمي محمد الله يرحمه ويسع عليه عيدكم مبارك، معليش القرح وأوج الفرح، عمر عثمان أبو بكر حمزة حمد عيدكم مبارك، لافامي بن حمي عيدكم مبارك كيما راكم، عمي يوسف نور الدين الأخضر رشيد حسن سامير جمال عيدكم مبارك إن شاء الله، عائلة غربي دار عمي سليمان الله يرحمه، حمد عيدك مبارك، فريد محمد عيدكم مبارك، ما نساوش نسيبكم بشير وكاع ولادو، وعبد السلام عيدكم مبارك، إن شاء الله يمد الصبر على أخونا سعيد عبد السلام اللي توفى، ورحمن وكمال بيان سو اللي توفى وكذلك. دار اسمه حاج علي عمي عاشور تاع الأونس عيدكم مبارك، قاع نبيل قاع ولادو رياض عيدهم مبارك إن شاء الله، عائلة مامري كلهم عيدهم مبارك، الحاج رزيق توفيق حميدات مصطفى محمد عيدكم مبارك، عائلة طواف عمي حميد خالتي طاوس فريد عيدكم مبارك، وطريزيامي دار حموشي اسمه حمشاوي عيدكم مبارك، جمال
يا زيد احمد، عيدكم مبارك. او شو نقولوا حنايا، لاكاش تاعنا باني و تريزيام ايطاج دار عبد الرحمن بالبيضاوي تاع بكري، رحلو. عيدك مبارك، مهما كان ظروف خالتي ولا تحومتي ما نساوهمش، المهم رحلو ايام اللي فاتت، المهم حنا هاجرنا يا اخو ما نساوهمش. عم في بن عبي يقول لك الرسول وصى على الجار، شوف الجار جامي يتنحى من راسك، جامي مهما كان ظروف، باسكو تما هذيك كما قلت الخلية تاع عقلك مازال هاي تما. هاو شو نقول، عيدكم مبارك أجمعين 2021. بمناسبة العيد الأضحى، لهذه الغرفة الأخ حسن عدلي، وباسمي وباسم العائلة تاعي كلها، عائلة عدلي وعائلة اللي راهم معنا في الفيسبوك كاع، يقول لكم عيدكم مبارك على الجزائر 48 ولاية. الغرفة العائلية المحترمة سيتي ليدين هذه الحي الكثبان، اللي جمعت بزاف ناس وعاونت ناس وثقفت ناس، وإن شاء الله نكملوا مستمرين. كي نكونوا مش خدامين إن شاء الله نشعلوها نقصروا. مرحبا بكم، أي شخص مهما كان ظروف، مهما كان عربي قبيلي مزابي صحراوي طويل قصير كحل ابيض، مهما كان مرحبا بكم، ولكن بشرط واحد، عائلية، غرفة عائلية محترمة، يكون احترام، يكون أداب، يكون أخلاق إلى آخره. ها واش نقولوا حنايا، هذيك هي رانا هدرنا قلنا واش قلنا، بيان سور ربي يرفع علينا الوباء إن شاء الله، وتهلاو في روحكم. ها واش نقولوا حنايا، بنادم ما يتهاونش، وجميع اللي نسيناه يا خويا اسمح لنا، رانا نقولوا عيدك مبارك. الجزائر 48 ولاية، ولي كما نقول لك ظلمناه ولا ما عباش انا زعفناه ولا درنا حرج، يا خويا اسمح لنا رانا في العواشر. ها واش نقولوا، باسكو احنا من جهتنا راهم مسموحين. هذا ما كان، كلم ميساج كيس إبراهيم سليمان. جلول اهلا بك، اسمح لي جلولي جلول، عيدك مبارك خويا، اسمح لي دوك نشد الكومنتير. الحمد لله، والله الحمد لله. اللايف جلول اهلا بك، اسمح لي جلولي جلول، عيدك مبارك خويا، اسمح لي دوك نشد الكومنتير. الحمد لله، والله الحمد لله. جلول اهلا بك، اسمح لي جلولي جلول، عيدك مبارك خويا، اسمح لي دوك نشد الكومنتير. الحمد لله، والله الحمد لله. اهلا بك، اسمح لي. شكرا اخ جلول، جلولي جلول. كما قلت لك الحمد لله، ان بروبوزيسيون مي با اون لايف. ان شاء الله يا اخو، مرحبا بك. رانا غدوة ان شاء الله، اليوم وغدوة ان شاء الله راني روبو، يومين روبو، باسكو دومونديتهم عندي بزاف، انا دي فوا طيح لي بالحد، سا ديبون كنت نكون روبو انايا. الحمد لله اليوم وغدوة ان شاء الله راني روبو. ان شاء الله ان شاء الله خويا جلول، جلول خويا واش نقولك، عيدك مبارك. سمح لنا تصبح هدرت مع شي ناس، ما كانش الوقت، راك تشوف الوقت يجري هنايا، وما كنتش في الدار كذاك، خرجت مقبيله واحد طرواف وخرجت هنا. الروبو تاعنا ماشي كما تاع الجزائر، دير كرتونه وبدون زيت فارغ ريح فوقه، هذاك هو الروبو.
حنا هنايا عباك الروبو تاعك تروح تخلص لك البلات كما نقولوا حنايا، وتروح البنكات وتروح تقضي امور مخربشه كاع هنا تاع الانجليز. الوقت ياكل هنا والوقت يجري هنايا. خويا جلو الله توحشناك بزاف بزاف، وان شاء الله يا خو وقت اللي تحب مرحبا بك، وقت اللي تحب. الغرفه كي تكون مفتوحه ادخل على روحك لا حرج، وخاصه حنا لي زونسيان ديالنا نسحقوهم، نسحقو بزاف لي زونسيان، سحق نتايا وشيخ سماتي صف صافي محبو سعيد السيادي تاع بكري تاع البالون، ماذا بينا ندخلوهم يقصروا ويحكوا لنا على لي دون الى اخره. باسكو لا جينيراسيون جديده مساكن ما يعرفوا والو. سمحوا لي باردون مي، سمحوا لي ارحم الله. قلت لك ماذا بينا احنا نجيبوا لي زونسيان يمدونا نصائح وارشادات الى اخره. ماذا بينا حنايا ان شاء الله ان شاء الله شويه هاك نقصروا خويا جلو. ضحكني جلول والله ضحكني ان شاء الله. هاي لك هذا هو الشيء اللي شعلناه اليوم، مش نحب نهدر باسكو، وخاصة ان انا ما عنديش الوقت نهدر وحدي، الناس قاعد تحب تدخل وتقصر الموفمون كي نشعلوا الغرفة الموفمون. انا على بالي حبيت نهدر وحدي اليوم، نهدر على العيد، نهدر على الكورونا، نهدر على التفاهم بين الناس إلى آخره. مرحبا بكم. نعم خويا راني نقرأ. نعم شكرا مرحبا بكم. ها واش نقولوا، راهي دارك الغرفة، غرفة سيتي ديدان راهي دارك. 48 ولاية جميع اللي باسكو اسمحوا لي، هادو الأشرطة راهم قاع في اليوتيوب، أنا كي نديرهم نسجلهم نبعثهم ديك اليوتيوب والعالم كاع راه يشوف فيهم. مهما كان ظروف تاع اليوتيوب تاعي مفتوح، روح اليوتيوب ماركي سيتي دي دون، غير ماركي سيتي دي دون يخرجوا كاع لي فيديو. درنا واقيلا 1000 فيديو، الناس نشوفوا بزاف ناس يحبوا يشوفوا يسمعوا يتعلموا، باسكو كاين ناس بزاف راهم مشتاقين يسمعوا. شو شحال كاين في الجزائر مساكين ما عندهمش ناس اللي يمدوا لهم نصائح ويقصروا وحبابهم في الغربه، ولا جامي شافوا الناس في الغربه مساكين كانوا يسمعوا بيهم بكري. دوكا كي يشوفوا كل فيديو ديريكت كيفاه الجزائريه راهم عايشين في المهجر هذا الوقت، كاين اللي مدوا النصائح، كاين اللي مخدامين، كاين اللي مضايعين، كاين اللي مسكين ما عندوش لقمه ياكلها، ما عنده سروال يشريه، كاين كونتري اللي قضاه وشراه وراه يصدق، كاين بزافهم. هذه هي الدنيا، الدنيا مخدومه لهذا الشيء. ومليحة الناس في اليوتيوب باش يعرفوا الحقيقة كيف الناس اللي راهم في المهجر كيف راهم عايشين، اسكو صامتين، اسكو جايحين، اسكو يخدموا، اسكو يقراوا، اسكو يمدوا نصائح الى اخره. ونفتخروا حنايا، نفتخروا انا كي نديرهم في اليوتيوب نفتخر، وخاصة انا حسن عدلي نفتخر، نحب نشوف الناس تتعلم وتسقسي وتدوموندي الى اخره، باسكو رانا لهذا الشيء. كما يقولك واحد اللي عنده علم وسمع حاجة منيحة وتعلمها ودارها وما يمدهاش، ما فيهاش لوغو، كي دير راك تاكل الشربة في رمضان بلا الملح، سي لا ميم شوز. اسمحوا لي بكا نقرا واحد لي كومونتير. راني بك حسن عدلي، بك لك اسمحوا لي نطبي حاجة باش انا واش ندير. عندي واحد الغرفة واسمها لي دي سي دو سيتي ليدين، لي دي سي محمد خونا خليفي.
عندي واحد الغرفة ولا ندير فيه الجميع اللي توفى ولاد اليدين، نديرهم كاع لتما، سواء رجال ولا دراري، ما نديروش نساء، رجال دراري ولا شيوخة. واسمها لي ديسي، ديسي تليدين، انا اللي خدمتها باش ندعو لهم، وخاصة اللي توفى. كما البارح توفى خونا خليفي محمد، سواء البارح ولا اليوم، ربي يعلم بالك. البارح راني درتو دوكا، درتها مقبلة ودوك درتها في لي ديسي تاع سيتي ليدين. الجميع اللي يحب يدخل تاع يكتب لي ديسي دي سيتي ليدين، نشوف كاع ولاد حومته، الجميع واحد اللي يحب، وان شاء الله باش ندعو لهم، باش الاب تاعي راه تما، كاع الناس راهي تما، كاع لا بلي راهي تما. وهذه جات من اخ صفصافي، هو اللي شجعني، هو اللي عطاني هذه ان بروبوزيسيون ليدي هذه، قال لي لا تقدر دير. قلت له ان شاء الله، لا لا لا، حاجه اللي فيها خير، اللي فيها صداقه، اللي فيها ان شاء الله ولاد حومتي انا سيتي ليدي يا اخو، مرحبا. لا لا لا، والحمد لله الله عطاه الصحه اخونا صفصافي اللي شجعني، ورانا فتحناها. واش نقولوا؟ لأن بكنا نهار طويل، لي راني ندير، سمحوا لي راني ندير واحد التصاور تاع لا تحمتناش واسمو، راني داير عمي الطيب بن عيمش، لاك ديزويت الله يرحمه ويوسع عليه، بابات خونا توفيق لندن، توفيق له فرنسا. الله يرحمه، عمي طيب طيب. اوكي راح نغلق هذه الغرفة، معليش كاين شي ناس عم يكسروا، صحابي بك نكسروا شوية. واش نقول لكم باش نختم هذوك؟ عيدكم مبارك، عيدكم مبارك، عيدكم مبارك كاع الجزائريين، 48 ولاية كاع، كذلك بلادي تيزي وزو، بونوح وين مسقط رأس أبي وأمي، وين زايدين بونوح، لاكومين بونوح هي بلادي، وين تربينا، وين عشنا، وين نروحوا لي فاكونس، وين ناكلوا البخسيس والزيتون الى اخره، والزيت زيتون الى اخره. نقول لهم عيدكم مبارك، وربي يسترهم من الوباء ديال الكورونا، راهي قوات في هذوك لي زومبيرو، بوغني درع الميزان، بونوح وتيزي وزو، ان شاء الله ربي يعطي لهم الصبر ويشفيهم وينحي لهم هذا الوباء بلو فيت بوسيبل. واش نقولوا من هذا المنبر، جميع اللي سمعني اللي راهو عايش في تيزي وزو، يسي يشرو دي ماشين هادو دي زوكسيجين، تيزي وزو راهم كاع لي كوميرسون، ما فهمتش انا كيف ما يتعاونوش، رب راب الى اخره. ان شاء الله ربي يوفقهم، عيدهم مبارك،
وسيتي لي دين عيدكم مبارك ان شاء الله غدوه نزيدو نقصرو. هذيك هي بنادم يستعفى شويه مصبح كنت مشغول وتليفونيت وقصرت هذيك هي غدوه ان شاء الله. واش نقولكم بونوي ليله سعيده. وكما قلت لكم اللي زعفناهم لا يسمحونا، اللي يحبونا نحبوهم اللي يكرهونا نحبوهم، ان شاء الله نكونوا خاوه خاوه على وجه ربي، على وجه ربي ان شاء الله خاوه خاوه. هيا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام.